مشاهدينا ومشاهدي في البول، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج 1 on 1. ضيفنا النهارده مميز ومختلف، وهيكون الحوار مختلف جدا معاه. بدا من دوري الدرجه الثالثه في سيرة الريان، ثم لمصر اتصالات، ثم لنادي الزمالك، وبعد كده راح لانبي وبتروجيت، ثم عاد للزمالك مره تانية، بعد كده راح نادي زد، بعد كده راح الزمالك بالامارات، ودلوقتي حاليا في نادي دايموند بدوري الدرجه الثالثه. ضيفنا النهارده هو الكابتن احمد جعفر. اهلا بيك يا كابتن، منورنا ومشرفنا في موقع في الجول. حبيبي يا حامد، طبعا سعيد ومبسوط موجود معاك النهارده، وان شاء الله نقدر نعمل الحلقه مميزه باذن الله. في البدايه كده نبدا، كابتن احمد جعفر بدا زي ما احنا قلنا في المقدمه درجه ثالثه في سيرة الريان، بعد كده المصري اتصالات، بعد كده نادي الزمالك، بعد كده رجعت لكذا نادي درجه ثانيه، ودلوقتي بقيت في الدرجه، كنت درجه رابعه، وقدرت انت تصعد الفريق للدرجه الثالثه. مش متناسقه شويه؟ بالظبط. وبعدين يعني كلاعب كبير المفروض بيجي مثلا يروح زمالك، اهلي، بيوصل لمستوى دوري ممتاز، وبعد كده بيحبش ينزل درجه ثانيه او ثالثه. ايه اللي حصل؟ واحكي لنا بقى الاختلاف. بص، الاول انا بدات سيس الان درجه ثالثه، لعبت معاهم وانا 18 سنه، صعدتهم، صعدنا ممتاز بيه لو تفتكر، كان ساعتها مجموعه واحده، ما كانش فيه مجموعتين. بعد كده رحت الاتصالات، خدت هداف الدوري السنه دي، الدوري ممتاز، خدت هداف الدوري. بعد كده رحت، ده اللي خلاك تروح نادي الزمالك؟ ده اللي خلاني رحت نادي الزمالك. قعدت في الزمالك 7 سنين، مشيت من الزمالك، رحت انبي، لعبت بتروجيت. السنه بتاع بتروجيت دي من احسن السنين اللي عملتها، لانها عملت موسم كويس جدا، رغم ان في انبي مشان انبي قعد فتره الدنيا مش احسن حاجه، ولعبنا افريقيا لو تفتكر. السنه دي كنا احنا اول الدوري، قعدنا فتره كبيره جدا اول الدوري، ولو كابتن طارق كان كمل ساعتها كنا ممكن ناخد الدوري كمان، لان احنا قعدنا تقريبا دخلنا في 22 ماتش 23 ماتش احنا اول الدوري، فنشنا ثالث، لعبنا افريقيا. بعد كده انا مشيت، رحت بتروجيت، عملت موسم كويس جدا، كان ساعتها كابتن احمد حسن هو اللي كلمني، كان ساعتها اول فتره تدريبيه للكابتن احمد حسن. ده حقيقي، يعني كان ماشي كويس، بس هو نيجي كل تجربه هنتكلم فيها. بس انا عايز اتكلم في تجربه سيرة الريان، اللي هي بدايه سيرة الريان. تجربه جميله بصراحه، اقول لك ليه بقى، لان فيها شويه برضه تقلبات كده، عارف انت، واحد صغير 14 سنه، رحت لعبت ناشئين في سيرة الريان، ف يعني الاهلي برضه، لا كل عارف انت، الدراسه والفلاحين عندنا شويه يقول لك الدراسه والتعليم. فقعدت لعبت تقريبا سنه ونص كده، وبعد كده قلت لا خلاص مش هكمل وكده. كنت خلاص يعني كنتش تلعب؟ خدت قرار مش هلعب بعد كده، يعني بعدت عن الكوره شويه، بس بقيت العب طبعا، بلعب مع شباب القريه عندنا، وانا عندي 15 ونص كده، 15 سنه ونص كده، 16 سنه، بنلعب دوره بالصدفه كده، دوري الكوره، دوري الكوره في عندنا في المركز الباجور وكده، كنا بنلعب. الكل قريه طبعا عامله فرقه محترمه، فبنروح نلعب يعني. تمام. فلعبت يعني، عملت دوره كويسه وكده، فالناس كلموني بتاع سيرة الريان ان انا ارجع تاني، بس المره دي مش هرجع بقى ناشئين، هرجع ايه وانا عندي 16 سنه، هرجع مره مع الفريق الاول. طب كنت اول مرتب كنت تقبض كام؟ ما قبضتش اصلا، كنت باخد بدل انتقال بس. بدل انتقال؟ كان تقريبا بدل 1000 في الاسبوع 25 جنيه. 25 جنيه، المواصلات بس بتاعتك. طب وكنت بقى بدات مهاجم ولا كنت في مركز تاني؟ لا، لعبت هاف ولعبت مهاجم، كنت بلعب في الناشئين شويه هاف، وبعد كده ما جربتش حراسه مرمى؟ لا، لعبت حراسه مرمى في الزمالك. في الزمالك؟ قعدت جون واحتياطي في افريقيا. في افريقيا، صح، تمام. ده تمام، انا بقول بس في بدايتك. لا، في بدايتي لا، كنت لعبت شويه فيرو، يعني كنت بغير في الناحيتين يعني. اول ماتش لعبته مع الفريق الاول جبت جول، سجلت جول يعني. حلو. اول ماتش. بعد كده من هنا بقى بدات الحمد لله العب، ولعبت معاهم سنه، اول سنه ليا وانا صغير، ثاني سنه صعدتهم دوري، صعدتهم ممتاز بيه. ممتاز بيه. ثالث سنه على طول رحت الاتصالات. تمام. الاتصالات بقى كان مين اللي شافك او ايه اللي حصل بالظبط عشان تروح لمصر الاتصالات؟ كنت ساعتها معايا كابتن حماده هاشم، وكان ساعتها كابتن حماده شغال مع كابتن تامر النحاس، فكانت علاقه بينهم كويسه، شغالين مع بعض. فكلم كابتن وكيل يعني. فكلم كابتن تامر قال له تعالى، انا عندي 2-3 لعيبه، كان ساعتها كابتن تامر ودى عندنا 2 لعيبه، وداهم انبي ناشئين، وودى واحد من منوف انبي، عبد الله بيكا واسلام الفولي، الاثنين دول راحوا انبي. فقال له انا عندي لعيبه كويسه لو كده تيجي تتفرج علينا. كان عندنا ماتش سيرس ومنوف، لعبت الماتش ده، عملت 4 اجوان، اربع اجوان في حوالي 25 دقيقه. فكابتن تامر نزل لي بعد الماتش قال لي انت عارف انت لو جبت جون كنت طلعتك على بره على طول.
بعدها بشهرين الموسم خلص رحت الاتصالات على طول. فتحين خد بالك من المدربين القوي جدا اللي بتعرف تجيب من الدرجه الثانيه، مدرب كبير وبتعرف تجيب لعيبه من الدرجه الثانيه وعينه كويسه جدا في اللعيبه في الدرجه الثانيه وفي الافارقه كمان. رحت مع كابتن حلمي طبعا الحمد لله خدت هداف الدوري السنه دي. من هنا بقى بدات الكلام في الزمالك، اصلا كان في شهر واحد ما كانش في اخر السنه كمان. كابتن حلمي ساعتها كان المدير الفني الاتصالات ومفروض ساعتها في الدرجه الثانيه ولا لا؟ الممتاز. لا الممتاز خدت هداف الدوري ممتازه اول سنه على طول. الكواليس بقى، هل الكابتن حلمي رشحك لنادي الزمالك ولا لا رشحني، وكمان المدرب السويسري دي كاستان هو اللي كان يعني كان فينا كان باعت ناس تتفرج عليها في الماتشات. وبعدين انا الفتره دي ساعتها جبت جون في الزمالك وكنت بعمل ماتشات كويسه جدا يعني. بس ده كان بعد ترشيح من الكابتن حلمي. بعد ترشيح من الكابتن حلمي والدكتور محمود سعد طبعا، لان هو برضو اول واحد قابلني في نادي الزمالك كمان يعني، وكابتن حازم برضو. فالحمد لله الفتره دي كنت يعني تقريبا كنت همشي شهر واحد اروح الزمالك، بس رئاسه النادي ساعتها يعني كان ساعتها الموقف بتاعنا مش احسن حاجه، فقال لك لا خليه ياخد وقف للسنه يعني. طيب انت في الموسم ده سجلت 11 هدف 13 2008 2009 تمام. انت كان اجمل هدف بالنسبه لك كان هدفك فين فاكر؟ انا جبت جون بزاك حلو قوي تشيب كده من فوق كابتن عبد الواحد السيد، وجبت في الاتحاد، جبت في الاتحاد رايح جاي برضو، وجبت في الشرطه رايح جاي بالنسبه لك افضل 3 اهداف يعني. لا جبت كام جون كده بصراحه السنه دي، جبت كام جون يعني كويسين كويسين. طيب بالنسبه بقى للاتصالات والتالق، وبعد كده رحت نادي الزمالك، ايه اللي حصل وقتها؟ كانت المفاوضات ازاي؟ والنادي انت بتقول رفض ان هو يخليك تمشي في شهر واحد. بص احنا عندنا كان رئيس الشركه كان الاستاذ عقيل بشير، وكان نائب الرئيس استاذ محمد، فالناس دي زملكاويه بيحبوا نادي الزمالك جدا يعني. فلما جه عرض الزمالك كان ساعتها بقى كابتن حلمي الدنيا مش احسن حاجه، فمشي. جه كابتن حسام حسن فقال لهم لا مفيش لعيب هيمشي. كابتن حسام حسن رفض. فجينا مفيش لعيب هيمشي. فلما جه عرض الزمالك جالي بقى ساعتها عرض بتروجيتو واتحاد الشرطه وجالي كذا عرض يعني. تمام. جه عرض الزمالك فالراجل قال لي يا الزمالك يعني الناس كده. انت ضربت مع كابتن حسام حسن في مصر؟ لعبت معاه 8 ماتشات يعني. تمام. الراجل عشان بيحب نادي الزمالك وكده فقال لهم خلاص انا هو احمد هيروح الزمالك. رحت ساعتها بكام بقى؟ ساعتها كان ب 4.5 مليون. ده بالنسبه كان رقم كبير. كان رقم كبير ساعتها، كان 2008 2008 كان رقم كبير ساعتها، وده الزمالك قاعد يشد قد كده. ده لحد كان عامل له مشكله زمان، كنت بلعب في بتروجيت كده فلقيت في جواب جاي على النادي في بتروجيت، فالجواب جاي باسم انا، فانا ما يعني مش فاهم انا يعني مشاكل ايه مع الاتصالات يا عم، انا ماشي من الاتصالات. لقيت لسه جواب اتاري في ان الزمالك لسه ما كملش بقيه المستحقات بتاعت يعني ده كده تقريبا اكتر من 8 سنين مثلا. قعدوا لا كنت 8 سنين 8 سنين بالظبط. انت في الزمالك 7 سنين 8 سنين بالظبط. كان ايه بقى الجواب؟ ان كان لسه فاضل المستحقات لنادي الاتصالات، وحصل مشكله قبل كده بسببها ان الزمالك كان عايز يوسف علي من الاتصالات، وقال لهم لا الاتصالات ما رضيش، قال لهم لا طب سدوا بقيه الفلوس ده احمد جعفر الاول. كانت فلوس قد ايه؟ كان فاضل قد ايه؟ ما عنديش معلومه، انا كنت عارف ان كان لسه فيهم فاضل مبلغ يعني، كان فاضل مبلغ. فحتى لما تقريبا ما خدوش يوسف غير لما دفعوا المبلغ. طيب انت بقى ما رحت نادي الزمالك وانت متالق فتره اولانيه، بعد كده في نفس الموسم ده تقريبا عمرو زكي وميدو جم نادي الزمالك صح كده؟ اول سنه في الزمالك كان موجود عمرو زكي وجه ميدو بقى وجانا بقى ميدو، جانا على فتره اعداد ميدو طبعا. الفتره دي بقى كان كل الناس يعني كل الصحافه غير ميدو وعمرو هيلعبوا طبعا. عمرو زكي هيلعب طبعا يعني. فجاه لقينا احمد جعفر هو اللي بيلعب. لما انا كنت بسوق مع بعض وانا اللي بلعب. لا بص اتنين فرود كبار جدا، كنت بقعد بصراحه يعني اتعلم منهم. من الناس لعبت على مستويات عاليه جدا، دوري انجليزي ومنتخب مصر، يعني كل واحد عنده كارير ما شاء الله يعني حاجه محترمه جدا. فانت كلاعب لسه صغير في بدايه مشوارك لازم تقعد تتعلم من الناس دي، فانا كنت بقعد بصراحه اتعلم منهم، ناس محترمه جدا. وطبعا سعيد السي في بتاعي كتب فيه ان انا لعبت بجوار عمرو زكي ولعبت بجوار ميدو. طيب ايه بقى اللي كان الفرق بين عمرو زكي وميدو؟ يعني انت بتقول انت اتعلمت من كل واحد، كنت بتعلم من كل واحد شوف ايه. طب انت كان بالنسبه لك ايه الفرق بينهم هما الاثنين؟ بص الاثنين فراوده اقوياء جدا يعني كناحيه بدنيه وجسمانيه ما شاء الله ما شاء الله. عمرو ممكن بدنيا قوي شويه عن ميدو، لكن ميدو فكريا اعلى يعني. ميدو لعيب كوره يستلم يعمل جون ينزل في وسط يعني. انا كنت بلعب جنب ميدو دايما، كان يقول لي في ال 18 على طول، انت في ال 18 على طول يعني. حتى في كام ماتش كده هو عامل لي فيهم اجوال يعني، بيطلع على الطرف ومجي عامل لي كروسه وجاي طالع على الجون على طول.
عمرو، لا عمرو عارف انت اللي هو بتاع صندوق، فرقه صندوق. بتحب تلعب مع مين؟ لا الاثنين لعبت معاهم، الاثنين كانوا بيروحوني صراحه بيني وبينك، مش هضحك عليك، الاثنين كانوا بيروحوني. ليه بقى؟ المساكين تجري وراهم وانا بقى هو هم مش هيجروا ورا الغلبان، هيجروا ورا الثاني. بيقولوا كانوا بيريحوني يعني، واحد يجري ورا المساك طبعا شايف ميدو وشايف عمرو زكي، فالموضوع بالنسبه له عارف انت ايه، حلو يعني جميل يعني، راح العب على ميدو والغلبان يخش جوه. تمام. انت في الفتره دي كان دايما بتيجي يعني الناس بتتكلم كتير ان في مشاكل ما بين ميدو وعمرو زكي، بالفعل كان في مشاكل؟ لا. ولا كان ايه بالظبط؟ اصل كان بيبان في الصور ان هو زعلانين في التدريب، في الماتشات تحس الدنيا مش، والله العظيم ما كان في مشاكل خالص خالص. اللي يقول لك كده يبقى يعني بني ادم كذاب. ليه بقى؟ هو نادي الزمالك دايما كان مستباح، بمعنى كان مستباح ان اي حاجه بتحصل جوه نادي الزمالك بتخرج حتى لو ما حصلتش الحاجه دي. طب وده كان بيبقى سبب مين اللي بيخرج؟ ما بص اي حد كان بيصرف يعني، لعيبه مجلس لا ما... ما يعني اصل اللعيبه انت كده لعيب يعني، يعني معايا في الاوضه ليل ونهار، فانت هتسرب خبر بكذب ليه؟ انت فاهمني؟ لكن عمري ميدو ولا عمرو زكي ما ده لعبوا في انجلترا مع بعض، فين المشاكل اللي حصلت؟ بالعكس كانوا مع بعض وكانت الامور كويسه جدا، مش شايف ان ما كانش في اي مشكله خالص، كنا احنا الثلاثه موجودين وجي علينا عوديه وكنا بنساعد الناس كلها اللي كانت موجوده. بصراحه ميدو انا بقول لك انا واحد من الناس كنت بتعلم من الناس دي، وميدو بالذات ليه يعني لما عمرو مشي ميدو كان، انا بقول لك كان بيساعد اللعيبه الصغيره ويساعد اللعيبه، بيساعد اللعيبه اللي موجوده، وكان في عز ازمات النادي ميدو كان بيطلع فلوس من جيبه، كان بيطلع فلوس من جيبه. بيطلع فلوس للعيبه من جيبه. فالنهارده في يعني في لعيبه صغيره عقودها صغيره فما معهمش فلوس، فميدو صراحه كان بيطلع يعني بيطلع فلوس للعيبه. وهل بالفعل كان اللعيبه بتبقى جايه التمرين مش معاها مثلا فلوس بنزين العربيه؟ دي حقيقه وحصل. مع مين بقى؟ يعني حصلت مع عبد الشافي وحصلت مع كذا لعيب قبل كده، بس انا وقعت عبد الشافي عشان انا كنت شاهد عليها يعني. يعني احنا في التمرين متجمعين فبنسال عبد الشافي فين؟ فيا جماعه ما فيش فلوس ومش عارف يجي يعني. فانا غصب عنه يعني. ما جاش التمرين؟ لا ما جاش التمرين. وعبد الشافي من اللعيبه اللي انت عارف يعني، ما هذا انا مش محتاج اتكلم عشان الالتزام في كل حاجه في الملعب في حياته عامه. لا عبد الشافي قدوه لاي حد يعني، قدوه وتاريخ لاي لعيب عايز يمشي حاجه محترمه. طب وانت حصل لك في الفتره دي برضو موقف او حاجه زي كلنا؟ كلنا. انا بقى بعت شقتي. طب اقول حاجه، انا كنت راكب رايح بمازدا 3 من الاتصالات، بعتها وركبت كيا. ليه بقى الليفل؟ عشان ما فيش فلوس. هذا المفروض نادي الزمالك. المفروض نادي الزمالك بقى. لذلك حتى ما كناش بنعرف نجيب يعني، مع احترام اللعيبه اللي جت كلها الفتره دي انا بشكرهم طبعا ان هم استحملوا النادي اساسا يعني. في لعيبه ما تستحملش النادي، مع اول سوري قلم بتاخد بتمشي وتعمل مشاكل وبتمشي وتخلع من النادي. لا اللعيبه دي استحملت اللي ما حدش استحمله فعلا، ظروف ماديه واداريه وكل حاجه. طب الناس بتقارن دلوقتي على السوشيال ميديا، يقارنوا اللي هو الفتره دي والفتره الحاليه لنادي الزمالك. ما فيش مقارنه تماما. طب ما فيش لعيب من الفتره دي يستحمل اللي احنا استحملناه الفتره بتاعت 2009 و2010. ضغط جماهيري قوي جدا. انت النهارده السوشيال ميديا والجماهير ممكن تطفش اللعيبه وتقعدها في البيت. انت كان بيقعد لك في المدرج 30,000 و40,000 و50,000. الفتره دي ما فيش فلوس واللعيبه مش عارفه تيجي التمرين عشان ما فيش فلوس، ما بياخدوش مرتبات. كان الجماهير كان ردكم ايه؟ احنا دايما كنا بنشوف ان في مثلا تواصل ما بين اللعيبه والجمهور. بالذات في التدريب. لان كان زمالك النادي زمان كان فيه مدرجات، فكان دايما الجمهور معاك وشايف اللي بيحصل في النادي. كان شايف بقى يعني طب ما انت في نفس الوقت انت ما بتاخدش فلوس، ما انتش عارف تعايش اصلا. ما بس انت هتدي ازاي في الملعب؟ ما هي الناس عارفه مع الجماهير الظروف والشيكاوي اللي كانت بتطلع الاعلام دايما كلها عن النادي زمان كلها معظم. انا بقول لك النادي الفتره دي كان مستباح في كل حاجه عكس دلوقتي. الجماهير كانت ساعتها يعني بتبقى راضي عنكم ان انتوا بتعملوا كده واقفين مع النادي؟ في اوقات كانت بتبقى راضيه جدا وفي اوقات بتبقى شاطئ طبعا. ما في الاول وفي الاخر الجمهور مش عايز فريقه تخسر يعني، وانت ساعات كنت بتعمل ماتشات مش كويسه يعني، ما بس بتطلع راضيه عن روحك في الملعب على الاقل يعني. انت على قد امكانياتك بتطلعها، بتطلع طالع مموت نفسك في الملعب، عامل اللي عليك، ممكن ما يبقاش في توفيق. ف يعني الفتره دي انا بقول لك اللعيبه كانت بتعمل اللي عليها واكتر كمان في ظل المتاح، في الظل اللي كان متاح ساعتها الفتره دي. انت النهارده اللعيب بيلعب وعنده بيت وعنده اسره وعنده اهل بيصرف عليهم ومفيش فلوس، فانت لما تلاقي تاثير حتى في النادي انت كمدير فني هتتكلم مع اللعيب تقول له ايه؟ كجمهور هتقول ايه؟ او انت كرئيس نادي هتقول له ايه؟ عكس دلوقتي النهارده اللعيب ما شاء الله بياخد مرتبه قبلها بكام يوم، فتقدر تحاسب بقى. معلش انا اقدر احاسب واقدر اخلي العقد مربوط بالبطولات عادي جدا. انت زمان هتربط العقد بالبطولات ده اصلا. انت شايف ان العقود بعد تسريب اكتر من عقد في نادي الزمالك، شايف ان العقود دي طبيعيه للعيبه الفترة اللي احنا فيها؟ شايفها طبيعية.
بالارقام اللي بنسمعها، بالارقام اللي بنسمعها، لكن اللي مش طبيعي الطفره اللي حصلت مره واحده دي في الماديه. ده ان بص انا كنت قاعد من سنه كده او سنتين بنتفرج على قبل نهايه تشامبيونز ليج اتلانتا وبيلعب باريس سان جيرمان، احلى لعيب في اتلانتا كان بياخد مليون دولار اللي هو الرقم ده عادي، يعني هنا في مصر عادي، اللي هو في مصر عادي اللي هو بيلعب قبل نهايه تشامبيونز ليج، يعني حاجه يعني محمد صلاح ما شاء الله يعني ربنا يحفظه ويبارك له، خد البطوله طبعا اللي هو بالنسبه لنا اسطوره. تخيل بقى بيلعب نهايه تشامبيونز ليج بياخد مليون دولار. النهارده انت يوم ما بتتكلم مع لعيب بيقول لك انا عايز 10 مليون في عز ما شيكابالا 2010 و2013 وقت هداف الدوري كان بياخد 600,000 بالضرايب. 600,000 والله العظيم دي حقيقه بقى بجد، 600,000 بالضرايب وممكن ما ياخدهمش. بس كان ساعتها هو اعلى حد في الفرقه؟ لا كان في ناس بتاخد مرتبات كويسه، في ناس بتاخد اكتر منه مرتبات كويسه، بس برضه يعني بالنسبه دلوقتي يعني الكلام فاضي. حسين ياسر جاي من الاهلي ب 800,000 جنيه، فالموضوع كان جاي بياخد اكتر من شيكابالا، لان شيكابالا كان نجم الفرقه. اه طبعا ما بقول 800,000 جنيه يعني برضه معلش في 2011 و2012 مش حاجه يعني، هو النادي كان امكانياته كده. انا بقول لك النادي امكانياته ما كانتش عاليه بالنسبه لامكانيات النادي. جده كان واقع نادي الزمالك. بص هو كان في الاتحاد الفتره دي، كان قاعد معايا ايهاب المحص كان بيلعب في طلائع الجيش، وكان معايا عمرو بسيوني كان ساعتها بيلعب في الترسانه، وكنا قاعدين في بيت واحد. فالمهم جده كان علاقته كويسه جدا بقى بالمحص، يعني اصحاب قوي وبداوا بلديات من بلد واحده تقريبا. جده كلمه كان ساعتها معسكر المنتخب 2010، ان هو ده من فئه الفتره اللي احمد حسام ميدو خرج من المعسكر وجده دخل وضم جده. فجده كان ساعتها معسكر مفتوح، فكان جده بيروح التمرين ويجي معانا يعني. فالفتره دي كان في كلام مع نادي الزمالك، شبه 100% مضى في نادي الزمالك والعقود تمام، وقعد مع كابتن حسام وكل حاجه خلصت. كواليس كده انا ما اعرفهاش بصراحه، الكواليس بقى ازاي تغير الواجهه بتاعتك وكده، فدي ما اعرفهاش. بس انا اللي اعرفه ان هو كان ماضي في نادي الزمالك والعقود كانت موجوده في النادي وكل حاجه تمام يعني. جده كان شعوره ايه بعد ما احمد حسام ميدو خرج معسكر وهو اللي انضم المنتخب؟ هو كان شايف ان هو ما كانش مصدق. لا طبعا انت بتطلع نجم كبير، وخاصه ان لما يكون اول فتره ليك في المنتخب يعني، هي بعيد عن ميدو طبعا. انت كلاعب عامه يعني لما تنضم المنتخب اول معسكر ليك بتبقى حاجه كبيره جدا يعني ما شاء الله يعني، ورغم ان هو من اللعيبه الكبيره جدا يعني جده كان لعيب كوره، لا من اللعيبه اللي ما خدش حقها برضه في مصر يعني، لعيب ما خدش حقه. ما خدش حقه طبعا، لعيب جاي هداف افريقيا، بعد كده راح الدوري، راح هال سيتي كسر الدنيا هناك، بعد كده رجع الاهلي، يعني كان ممكن يقعد سنين كتير في الاهلي. جده من اللعيبه الكبيره جدا. انا بقول لك على عشره عمر بقى نفسك يلعب في الزمالك؟ اه طبعا ما انا بقول لك حبيب صاحبي يعني وحبيبي. هو لو كان لعب في الزمالك كان ممكن يتندم اكتر من كده؟ كان ممكن يتندم اكتر من كده، لان ساعتها احنا الاهلي كان فيه لعيبه كبيره، فهو ممكن تكون فرصته يعني فرصته في اللعب عندنا كانت اكتر بكتير، لان كان ساعتها بركات بيلعب تقريبا مكان جده. هو فرصته في اللعب كتيره، بس في نفس الوقت كان ازمه ماديه في نادي الزمالك. ما هي دي بقى المشكله انا بقول لك عليها، ان انت كل ما تقعد مع لعيب كبير ونجم ما انتش عارف تجيبه بسبب الازمه الماديه. تمام. في 2009 بقى الكابتن حسام درب نادي الزمالك، جالك الزمالك جوه ورايا. اه بالظبط. ايه اللي حصل والكواليس كانت ازاي؟ يعني فجاه كان نادي الزمالك الفتره دي، عشان نتكلم كان الزمالك في مراكز لطبيعه نادي الزمالك. اللي حصل كان احنا اول ماتشين كان في مستر كاستال، فكسبنا اول ماتش امبي 3، وبعد كده اتخبطنا ماتشين ورا بعض، بعد كده مشوا مستر كاستال جابوا هنري ميشيل ربنا يرحمه طبعا، برضه خبطنا حوالي 6-7 ماتشات ورا بعض، مكسب وخساره في تعادل، مكسب وخساره في تعادل. جابوا لنا كابتن حسام قبل نهايه الدور الاول تقريبا بماتش او بماتشين، فطبعا عارف انت طبعا كابتن حسام حسن بقى هاله اعلاميه ما شاء الله، ما اول تمرين ليه في النادي بقى عايز اقول لك ان الاستاد كان مقفول ما شاء الله، كان في بتاع حوالي 5-6,000 في المدرجات بس. تمام. عارف انت بقى تحس ان انت مثلا ما فيش روح في جسمك بقى، فلما الجمهور جالك والدنيا بقى في النادي في التمرين بقى، التمرين اتغير تماما، بقت الامور مختلفه تماما، روح بقى وباور رغم ان احنا اول ماتش مع كابتن حسام تقريبا كان حرس الحدود خسرنا تقريبا 1-0. تمام. تاني ماتش كان المصري، اول ماتش ليا بقى مع كابتن حسام، جبت جونين جبت جونين، وبعد كده من هنا بقى الحمد لله الامور بدات بقى بتتسابق. خلاص بقيت اساسي مع الكابتن. وبعدين الفتره دي احنا نافسنا على الدوري لحد اخر ده ساعه ما جوزيه رجع الاهلي
لا لا ده زي بعد هو الموسم اللي بعديه ده الموسم اللي احنا كنا فيه 13 في المركز 13 من ساعه ما كابتن حسام جه طلعنا المركز الثاني وكان فرق بيننا وبين الاهلي حوالي 4 بونت او 5 بونت يعني كنا دخلنا المنافسه بشكل كويس كان فترتك في يعني لو نيجي مع نادي الزمالك وجود كستان كان ماتش الشرطه كان في هجوم عنيف من الجماهير ضد اللعيبه كلها كان في واقعه ان هي طبعا معروفه ان هي بتاعت شيكابالا بالظبط وحازم امام ساعه ما كان بيبكي وبعد كده شيكابالا شيكابالا كان ساعتها يعني هو شيكابالا كان كبير جدا في نادي الزمالك يعني ف الفرقه مش ماشيه كويس طبعا بيحصل شويه هجوم على النجم يعني انت فاهمني فيمكن شيكابالا اتاثر كان شيكابالا لسه برضه سنه صغير يعني كلنا تقريبا سنة صغير يعني 20 سنه 21 سنه فلسه ما عندناش الخبرات يعني فشيكابالا اتاثر طبعا وخاصه لما تيجي بقى من جمهورنا دي السباب وكده فشيكابالا اصلا من نوع القلب الطيب يعني ممكن تلاقيه زعل بسرعه فهو شيكابالا زعل بسرعه يمكن بعدها حصل الجهاز الفني اتغير وبعد كده جابوا لنا مستر هنري ميشيل بقى قعدنا حوالي 6 ماتشات برضه بنكسب وبنخسر وبنكسب وبنخسر كده بعد كده بقى جالنا الفتره انت ما اتكلمتش مع شيكابالا واللعيبه ايه اللي حصل منكم الكواليس كانت لا اتكلمنا ساعتها ما بس هو زي ما بقى كل حاجه باينه قدامنا بقى ان احنا الظروف مش احسن حاجه والفرقه مش ماشيه كويس كان ساعتها يعني سعيد طبعا احتوى شيكابالا وميدو في الملعب ساعتها في وقتها يعني فعشان طبعا ده برضه في الاول وفي الاخر جمهورنا بس هو طبعا جمهورنا زعلان على ادائنا في الملعب وعلى النتائج اللي كانت بتحصل الفتره دي كابتن حسام حسن كنا بنتكلم ان نادي الزمالك قدر ان هو يتعاقد مع حسين ياسر محمدي كان من النادي الاهلي صدقت يعني من النادر ان الزمالك كان يقدر ياخد لعيب من النادي الاهلي هل بالفعل الكابتن حسام حسن كان حسام غالي محمد شوقي كان جاي نادي الزمالك فعلا وقعد معاهم انا عارف ان الكابتن حسام كان بيكلم لعيبه كبيره جدا في مصر بس هي زي ما قلت لك الظروف الماديه يعني كان هو كان كلم الكابتن حسام وكان كلم الكابتن محمد شوقي وكلم احمد عبد الملك وعبد السلام نجاح ويعني في لعيبه كتيره جدا كانت الناس دي ساعتها ما شاء الله في فراها قيمه كبيره جدا يعني لعيبه مكسره حسام غالي كان موافق ان هو يجي الزمالك لا عند دي ما اعرفش الكواليس بصراحه بس انا عارف ان هو كان يعني الكابتن حسام كان اتكلموا مع بعض يعني هو عارف ان هو كلم كابتن محمد شوقي برضه طب وايه اللي حصل ما جوش الزمالك ليه ما انا بقول لك بقى الظروف الماديه ساعتها يعني لولا الظروف الماديه كان ممكن اللعيبه دي تكون كان ممكن الزمالك. ليه لا اصل انت برضه ساعتها يعني اكيد هتديله الفلوس اللي هو هيحتاجها انت فاهمني الزمالك اتعاقد مع عبد الله السعيد ومع احمد فتحي يعني انت فاهم والناس كلها كانت عارفه فانت يعني قدرتك كانت موجوده ساعتها رقب بقى الغنفر احمد جعفر الغنفر الرقب ده يعني كنت حبه ولا كان بالنسبه لك كان ايه كابتن مدحت شلبي في ماتش من ماتشات الاهلي تقريبا ماتش 3 يعني فاللي هو جبت جون بدماغي فقال لك يا غضنفر يا اسد فاهم لزق فانا طبعا لا بحبها جدا طبعا وهي جميله من كابتن مدحت يعني كابتن مدحت يعني شخصيه جميله ورائعه فبصراحه بحب اللقب جدا يعني وخلال ماتشات الاهلي والزمالك بالذات الدوري ودوري ابطال افريقيا كان احمد كان دايما احمد جعفر بيسجل الاهداف بس ما قدرتش ان انت تكسب من الاهلي في دوري ابطال افريقيا او الدوري طب كان ليه او السبب ايه ان دايما كان احمد جعفر بيجيب اهداف في الاهلي يعني هل كنت انت محظوظ مثلا على النادي الاهلي ولا كان بالظبط كان بيبقى تركيزك ايه ولا ايه لا بص هي الماتشات دي ممتعه والله العظيم للاعيب الكره الماتشات الكبيره دي ممتعه فعلا الماتشات مفتوحه فيها كل حاجه جماهيريا اعلاميا الماتشات الكبيره دي اللي بيتوقف اللاعب على رجله فانا لا ماتشات الاهلي كنت بحبها مش عشان خاطر النادي الاهلي لا ماتشات كبيره بتلعب في النادي الاهلي وعارف انت لما بيبقى روح وحماس وجلد في الملعب ممكن ما وفقتش ان انا اكسب الاهلي في الدوري بس وفقت ان انا كسبته في نهائي الكاس ونهائي السوبر الحمد لله يعني وعلى فكره الفتره دي برضو احنا ما لعبناش كتير ضد الاهلي لان الفتره دي كان ساعتها حصل الثوره وكده فالكره كانت وقفت حوالي سنتين ونص ثلاثه يعني ما لعبناش ضد بعض كتير يمكن حتى معظم اجواني كانت في الدوري في افريقيا وبعدين كمان الفتره دي الاهلي ما كسبناش الاهلي كسبنا ماتش واحد كان ماتش الكاس وماتش في افريقيا طب احسن هدف سجله احمد جعفر في النادي الاهلي ودايما يعني بيحب يتفرج عليه هو الماتش 3-3 يعني ماتش 3-3 ماتش 3-3 التحرك بس ان انا سبقت كابتن وائل جمعه طبعا وطلعت حطها بدماغي طب مين كان اصعب يعني مهاجم كنت يعني تعمل له حساب مثلا في الفرقه الثانيه مهاجم طب في متعب الناحيه الثانيه تمام انت مدافع طبعا كان كابتن وائل جمعه طبعا كابتن وائل جمعه كانت بتبقى خناقه بينه وبينه كابتن وائل جمعه شخصيه جميله يعني بس من اللعيبه اللي عارف انت الرجاله دايما في الملعب ادائها رجولي ما فيش اختلاف على كده كان في الفتره اللي كان فيها كابتن احمد حسام بن مدير فني للزمالك كان في كلام طلع ومن مقربين منك ان السبب في رحيل احمد جعفر عن نادي الزمالك هو احمد حسام مين
صحه الكلام ده من عدمه ايه؟ ممكن في شويه كان في شويه مشاكل حصلت في النادي ساعتها، وكان الزمالك تعاقد ساعتها مع لعيبه كتير جدا. وعلى فكره يعني انا كنت من الناس اللي موجوده في النادي وما كنتش همشي. كان في ثلاث لعيبه كده، هو حتى ميدو نفسه قال للاداره لو جعفر هيمشي، كان ساعتها كنت انا ونور السيد احمد عني تقريبا، لا كنت انا ونور، كان موجود مع اللعيبه اللي هتمشي. كنت انا ونور السيد وصلاح سليمان واسلام عوض وتقريبا حد تاني. فقال لهم اللعيبه دي يا تتباع يا اما تقعد، يعني ما ينفعش تمشي فري. فانا لما اتكلمت مع مستر مرتضى وكده، فالراجل قال لا ما فيش مشان انت قاعد في النادي. فقعدت حوالي شهر يعني. فالنادي ساعتها جاب لعيبه كتير، جاب حوالي 17 لعيب بالظبط الموسم اللي هو فكان موجود بقى فراوده كتير جدا. كنت انا وعبد الله السي واحمد علي، وجاب خالد قمر، وجاب باسم مرسي، وكان موجود اوباما ساعتها غالبا كان موجود. كان ساعتها بقى يعني ادي خمسه كبار، وكان ساعتها بقى في اوباما طالع ومحمد عبد المجيد ادي سبعه. رحت اتكلمت مع كابتن ميدو لما خدنا موقف وكده، فلما استبعدنا وكده، فرحت اتكلمت مع كابتن ميدو بشوف ايه الامور يعني. فمصار قال لي روح لميدو التمرين وكده، فروحت اتكلمت مع كابتن ميدو. فميدو قال لي ترتيبك هيبقى الخامس او السادس في الفراوده، رغم ان انا عارف لو انا قعدت كنت انا اللي هلعب برضه، لان برضه قبل كده الحمد لله جه عليا فراوده كتير وكده. انا من نوعيه اللعيبه اللي ما بحبش المشاكل. اتكلمت مع كابتن عبد الحليم ساعتها، كابتن حليم قال لا اقعد، كابتن حليم كان مصر برضه ان انا اقعد يعني. فقلت له لا والله انا ممكن اتنازل عن المستحقات بتاعتي في النادي وامشي. مستر مرتضى بصراحه يعني الراجل وافق يعني، قال لي خلاص اللي انت شايفه انا بحبه. هو كانت علاقته كويسه مع مستر مرتضى من قبل حتى هو ما يجي نادي الزمالك، يعني من بره نادي الزمالك. قال لي انا بحبك وانا عايزك تبقى موجود معانا. فقلت له والله يا ريس انا يعني انا مش عايز ادخل في صدام مع المدير الفني، وانا من اللعيبه الكبيره في النادي دلوقتي، انا كنت جاي عليا 17 لعيب، فانا ابقى موجود في النادي ابقى من كباتن الفرقه، فانا مش حابب ادخل الصدام ده. فقلت له والله بص يا استشاري اللي انت شايفه انا يعني مش هاثر فيه، نزلت على المبلغ ومشي. تمام. كان في تصريح ليك شهير قلت لو الزمالك تعاقد معايا مهاجم حتى لو ابراهيموفيتش انا هلعب اساسي. لا احنا كنا بنقول ادعابة كده في اوضه اللبس، وكان كابتن عبد الواحد السيد وكابتن حسن مصطفى قال لهم بصوا هو جيبوا اي فيرود هو ده اللي هيلعب، ويشاوروا عليا انا. فقلت لهم بصوا حتى لو جبت ابراهيموفيتش من الاخر انا اللي هلعب في النادي. بص عارف لما بتقعد في مكان كده وتوصل يعني توصل بيك الثقه ان انت ان شاء الله خدت على الاجواء بتاع النادي وخدت على اجواء كل حاجه، حتى لما جه حوار التجديد خلاص انا صعبان على النادي، فانا مش همشي من النادي. انت عارف انت صعبان عليك ازاي اللي هو صعبان عليك العشره اللي انت العشره والمجهود، وممكن تروح نادي تاني ما تبقاش موفق فيه. فلا انا اقعد في نادي الزمالك، اخدت على الاجواء بتاع نادي الزمالك وخدت على الدنيا، فده اللي الحمد لله يعني ده اللي لحد دلوقتي متشلي. طب هل بالفعل الاهلي في فتره من فترات وانت في نادي الزمالك كان عايز يتعاقد معاك؟ دي حقيقه. والعقود كانت مع كابتن النحاس يعني. انا كان امتى الواقعه؟ كانت امتى ولا دي الواقعه؟ كانت 2013 كان خلاص اخر موسم ليا، وكان فاضل لي حوالي شهرين. كان الكابتن تامر النحاس ساعتها وكيلي، فانا مضيت العقود معاه. طبعا مضيت عقود النادي الاهلي. لا العقود نفسها، ما العقود مش مكتوب عليها اهلي ولا زمالك، بس عقود ان هو موضع النادي الاهلي ولا عقود؟ لا عقود بس انا كنت ماضي عليها، والعقود موجوده مع كابتن النحاس. كابتن النحاس بقى يوديها اهلي يوديها زمالك. انت فاهم؟ يعني عقود فاضيه لسه ما اتحطش فيها اسم، لسه ما اي حاجه خالص. طب هل في حد من الاهلي بقى كلمك فعلا؟ يعني حصل بيننا وبعض كابتن مجد طلبة، ويعني وكان الكابتن حسام بدر اتكلم عليا شويه ان هو كان عايزني في النادي، بس اللي حصل بيني وبينه كلام كابتن مجد طلبة. طبعا بيقول الكابتن تامر النحاس الاهلاويه خلت جمهور الزمالك ان ده وكيل احمد جعفر، خلاص ايه؟ خلاص راح الاهلي. تمام. فهي بقى حصل بقى من هنا. طب المكالمه بينك وبين الاستاذ محمد عبد الوهاب؟ لا انا الاستاذ محمد عبد الوهاب كلم كابتن تامر، كابتن مجد بس اللي كلمني، كابتن مجد طلبة. وبعدين كابتن تامر بقى كان دايما معايا دايما على التليفون، يعني استاذ محمد ابو كان بيكلم كابتن تامر. طبعا انت عارف علاقته بالنادي الاهلي كويسه، فكان دايما كابتن تامر يقول لي استاذ محمد كلمني دلوقتي، يا ابني ايه رايك، يا ابني طب ما تيجي، يا ابني شوف انت عايز تعمل ايه وانا معاك. فقلت له طب سيبني يومين كده، وانا كنت ساعتها مكلم كابتن حماده قلت له خد العود من كابتن تامر، انا موجود في نادي الزمالك. كان ساعتها كابتن حماده مدير اداري، فقلت له كابتن حماده انا العود مع كابتن تامر، ابعت خدها وانا خلاص موجود، بس العود خليها معاك لحد ما تشوف هنوصل لحل يعني. فكلمت كابتن تامر قلت له كابتن تامر لو سمحت، طبعا يعني قلت له قصه نادي الاهلي طبعا مقفوله، انا مكمل في نادي الزمالك. نادي الاهلي طبعا عيني وراسي طبعا، بس انا موجود في نادي الزمالك، النادي اللي انا لعبت فيه ست سنين، فانا حابب ان انا اكمل يعني. هدفك فريق فيتا كلوب الانجولي
يعني البعض بيعتبره من افضل الاهداف، بس طريقه احتفالك هي اللي كانت صعبه شويه. صعبه جدا. ايه السبب اللي خلاك تعمل كده وترمي التيشيرت على الارض الفتره دي؟ فتره التجديد. انا كان الموضوع بالنسبه لي منتهي خلاص. انا كلمت كابتن حماده ان هو ياخد العقود وخلاص، شبه 90% الموضوع محسوم في نادي الزمالك. ففجاه بقى عارف انت لما الاداره بقى تسرب اخبار وتلاقي الناس ضغط عليك وبتشتمك، وانا اصلا الموضوع خلصان يعني اساسا العقود مع كابتن حماده، بس الموضوع ده كان بيني وبين كابتن حماده انور يعني بصراحه. عرفتش حد يعني؟ لا ما عرفتش حد خالص يعني. هو كان هو حلقه الوصل ما بين الاداره وبيا، بس حتى انا قلت له ما تعرفش حاجه عن الاداره لحد ما اشوف انا هيقعدوا معايا وهنوصل لايه وخلص كل حاجه. عارف انت لما الاخبار بقى بتتصرف في الغلط وتلاقي الجمهور يعني بيعرفوا الجمهور، حتى ما كانش ساعتها الالتراس بصراحه بتاع نادي الزمالك، لا كان الجزء اللي هو بتاع الدرجه الاولى والناس بتوع الناس اللي هم جنب الاداره وكده. عارف انت بقى شتيمه بقى من وانت اصلا في اوضه اللبس سامع الشتاء. فالموضوع كان صعب. حتى كابتن احمد حسن بقى جه جنبي، كابتن عبد الواحد خلاص احنا داخلين على ماتش مهم. ده كان ماتش مين بقى؟ كان ماتش فيتا كلوب ساعتها. احنا داخلين على ماتش مهم وفي افريقيا، وحتى الخواجه ساعتها فيريرا فييرا قال لي جه اتكلم معايا، كان الناس كلها كانت بتحب الراجل ده جميل يعني شخصيه رائعه. جه اتكلم معايا وقال لي الجمهور اللي بيشتمك النهارده انت لو عملت حاجه كويسه في الماتش او كسبنا الماتش هيجي ثاني يوم يشجعك. وفعلا دي الحقيقه يعني، بعد يعني الضغوط اللي حصلت لي في الماتش كانت صعبه جدا. انت من اول عارف انت من ساعه ما حطيت رجلك في الملعب وانت الناس كلها شايفاك انت بس الحاجه الوحشه اللي في الفرقه والسباب عالي جدا، وعايز اقول لك وبعد كمان بقى خاصه بقى ضغط كمان وانت بقى يجي لك فرصه كمان قدام الجول وتضيعها، اللي هو كان بيشتمك في زر وبقى في ميكروفون. قررت كده، قررنا اي كره هتجي قدام الجول ناخدها واحده، يا رب كان موفق فيها. فالحمد لله دخل الجول. عارف انت بقى الضغوط كلها اتشالت مع عليك في الفتره دي، فانت اللي هو تقنا جامد ده اهو. وبعدها بعد الماتش برضو الناس كانت بتشتم ولا؟ بص الخواجه قال لي كلمه، قال لي الجمهور اللي بيشتمك دلوقتي بعدها مش بعدها بساعه تقريبا في الماتش ممكن يندى عليك، يعني في الماتش يندى عليك. وفعلا اللي حصل ان انا جبت جول في اخر 10 دقائق، بس انت ما راحش للجمهور تقريبا. لا ما انا خلاص عارف انت تقنا جا بقى. بقى تاني يوم الجمهور اللي كان بيشتم فعلا مش برضه بعيد عن الالترا عشان الناس تبقى مركزه يعني، كان ساعتها الالترا طبعا ما بيشتموش حد عامه. الناس اللي كانوا بيشتموني فعلا اللي هم الدرجه الاولى وجنب مجلس اداره وكده، هم تاني يوم اللي جم شجعوني برضه في النادي في الموضوع. كان ساعتها بقى المدرجات طبعا موجود، جمهور بقى نادى عليا جد جعفر وشجعوني في النادي وكده، وقلت لهم العود اصلا موجوده في النادي يعني انا معيش العود والله. بعد رحلك عن الزمالك في موسم 2014 2015 خلاص رحت لعبت في انبي، كان اول ماتش لاحمد جعفر ان هو يواجه فريقه القديم نادي الزمالك. كان الماتش ده غالبا انبي كسب 2-0 غالبا، انت صنعت هدف. كان شعورك ايه وانت بتلعب نادي الزمالك؟ بص خاصه الماتش ده يعتبر يعني خلى الزمالك مركز تاني، مركز تاني وانبي يبقى المركز الاول. يعني الزمالك ساعتها شويه بيلعب في استاد القاهره وشويه بيلعب في بيتروسبورت، فالزمالك كان شويه كان واخد على بيتروسبورت، فاحنا المفروض احنا هنلاعب الزمالك والماتش ماتشنا. فكابتن عشري كلمني فروحت قعدت معاه في المكتب، فايه رايك نلعب فين وكده؟ فقلت له والله كابتن طارق خلينا نلعب في استاد القاهره. احنا بدنين كنا كابتن زرعي من النوع اللي عارف انت بيوقف قوي جدا، كابتن عشري بيوقف عليهم بشكل كويس قوي، وكابتن طارق بيعرف يقفل المساحات بشكل كبير جدا. فملعب بيتروسبورت شويه ضيق ممكن يحصل فيه غلطات حلو، فما تلحقش تلم نفسك. استاد القاهره واسع تقدر يعني لو حد غلط تقدر تاني يلحقه وتقدر تلحق تلم نفسك. وفعلا لعبنا ماتش جامد جدا مع نادي الزمالك، رغم الزمالك كانت ساعتها برضو يعني عمل ماتش كبير وكان يمكن استحواذ اكتر واحنا بندافع قدرنا نكسب نادي الزمالك. شعورك بقى ساعتها كان ايه؟ هو صعب لان انت بتلعب فرقتك اللي انت كنت فيها من كام شهر، وخاصه النادي قعدت فيه 5-6 سنين، فالموضوع كان صعب بالنسبه لي كمان. وبرضو في نفس الوقت هو اثبات ذات ان انت ما تستحقش انك كنت تمشي بالشكل ده يعني، خاصه انت تمشي بشكل افضل وانت بعدين مشكوك في عز ما انت كويس يعني. برضو الزمالك عنده مشكله كبيره جدا، خد بالك الزمالك بيمشي لعيبه وهو سنه صغير، فدي مشكله كبيره جدا يعني. انا مشيت وانا 27 28 سنه اللي هو في عز لعيب الكوره في عز نضوج الكوره يعني، فدي كانت مشكله. وقبلها برضه كان مشوا كابتن محمد ابو العيله، انا فاكر ان كنت بقعد مع كابتن ابو العيله برضه مشوه في عز في السن ده، وبعد سنتين 23 رجعوه اللي هو بقى حصل معايا. ما انت رجعت بعدها عارف انت، طب انت يعني بتلاعب بقى فريق، انت شايف ان الزمالك ساعتها كان الافضل يعني يطلع حتى اعاره ما يبقاش بيع نهائي؟ طبعا
انا بعد كده خدت هداف الفرقه مع انبي، رحت بتروجيت خدت هداف الفرقه، والزمالك دفع فلوس اشتراني. تمام. طب انت شايف، انت بتقول ان انت اتكلمت مع كابتن طارق العشري عشان الملعب، هل يعني مدير فني ممكن يتكلم مع اللعيبه يسالهم نلعب في ملعب ايه او كده؟ ايوه طبعا، ما ده بيبقى بسبب ايه مثلا؟ بحكم خبرتك كمان، وبحكم خبره ان انت لعبت في الزمالك واخد وعارف نوعيه اللعيبه اللي في الزمالك وعارف الاجواء. فانا قلت له خلينا نلعب، احنا كان عندنا ساعتها سرعات قويه جدا قدام، يعني بخلينا بصراحه كان عندنا لاما كلينو، كان عندنا قعود الاثنين على الاطراف سرعه جدا، وكان عندنا صلاح عاشور وانا فيرود. فكانت الحمد لله، عارف انت الموضوع متلاصق شويه بين احنا الاربعه، اللي هو انا ممكن اطلع بدماغي احط صلاح يحط على الطرف القعود او لما، فعندنا اطراف سريعه جدا، فكنا عايزين المساحات، خاصه ان الزمالك هيلعب ضاغط عليك، فانت ملعب بيترسبورت ما فيهوش مساحات جري زي استاد القاهره. لذلك بقول لك احنا في الماتش ده الحمد لله قعود جاب جون وجانا ضرب جزاء ناصف جابها جون يعني. بس يا كابتن احنا ممكن يعني نتكلم في حاجه ممكن ما تكونش يعني سخيفه نوعا ما، بس عشان كان في الوقت ده وكابتن احمد جعفر موجود في نادي الزمالك، كان في بعض بينتقد ان احمد جعفر مهاجم بطيء. كان الموضوع ده بيضايقك؟ اللي يلعب معاك غير اللي يتفرج عليك. بمعنى انا من نوعيه اللعيبه ممكن الخطوه الاوليه عندي بطيئه، لكن بعد كده انا سريع جدا، خد بالك يعني من اللعيبه السريعه جدا، يعني لو خدت الكره وجريت بيها ممكن اعدي يعني. حازم امام عارف كده، وحازم امام الصغير عارف كده، وشيكابالا والناس كلها عارفه كده. بس انت كتيم نادي الزمالك ما فيش مساحات جري قدامك، يعني انت لما بتيجي تلعب فرقه ما عندكش مساحات جري، انت كل الفرقه اللي بتلعب قدامك بتبقى قافله زون، فما عندكش اوريدي مساحات جري. عكس ما كنت انا مثلا بلعب في الاتصالات هتلاقي البرنت بتاعي سريع جدا، اما رحت بتروجيت اما رحت انبي في مساحات جري. الموضوع ده كان بيضايقك جدا؟ لا خالص خالص، لان انا عارف نفسي، عارف نفسي ان انا ممكن في السرعات اعدي. انت النهارده لما بتلعب مثلا كتيم نادي الزمالك فانت اوريدي بتبقى مثلا متحفظ شويه قدام ومقفوله شويه، الفرقه عامله زون ديفنس، فما فيش مساحات جري. عكس ما بتلعب فرقه تانية، لو بتلعب مثلا الاهلي بقى او الزمالك في فرقه تانية خالص، فتلاقي الدنيا فاتحه فبتقدر تجري يعني. هل دفعت ثمن رايك وصراحتك بالرحيل عن زد؟ طبعا حقيقه، لما الدكتور حنان عبد الله سالني بحكم خبرتي عن الفرقه، كان لسه مجمعين فرقه وجابوا لعيبه وفتره الاعداد وكده، فقال لي هل الفرقه دي ممكن تبقى فرقه صعود وكده، ويعني تنافس على الصعود وكده. قلت له بص يا دكتور، ممكن نحتاج 3-4 افراد كمان معانا مع الفرقه وخبرات تشيل الفرقه تنافس على الصعود بشكل كويس ويبقى شكلها حلو يعني. الكلام بقى اتخذ بشكل عكسي يعني، انت فاهم، بيقطع في الفرقه. بس لعبت في نادي الزمالك بس بالمناسبه الفرقه ما صعدتش برضه السنه دي. طول الدور الاول زد ماشي اول، كنت انا خلاص مشيت من النادي، كنت كان عندي يقين ان هم مش هيكملوا الدور الاول، هم اول واخر ماتش كان هم الثاني في المركز الثاني. ممكن يبقى معايا 15 لعيب صغير في السن، تمام، ويبقى معايا 10 لعيبه خبرات تقدر تشيل الفرقه دي. احنا في الوقت ده هم مشوا، ما عادش تقريبا خبرات غير انا، وكان تقريبا انا بس، لان هم مشوا ساعتها اسلام رمضان، دودار، شهاب الدين، كل لعيبه مش الشناوي، مشوا لعيبه كتير جدا. على الاقل حتى لو اللعيبه دي مش تقدر تعوضها بلعيبه نفس الاسلوب ونفس الخبرات ونفس الكواليتي، ممكن تسيب منهم 2-3 يقدروا يفيدوا الفرقه. فهم ما عملوش كده، هم جابوا لعيبه كلها صغيره في السن، وفي نفس الوقت حتى اللعيبه اللي جت كبيره مش خبرات زي اللعيبه اللي كانت موجوده او اللي مشي. ده اللي فرق. انت عندك سيزون كامل، انا مش بلعب 20 ماتش وخلاص، انا بلعب سيزون كامل برقم يعني. طيب لعبت في نادي الزمالك بالامارات، الفرصه دي جات لك ازاي وايه كواليسها؟ بص انا بعد ما مشيت من زد كان الكابتن ايمن موجود ساعتها في زد مدرب عام، كابتن ايمن عايز علاقتي بيه اخويا الكبير وبشوره في كل حاجه يعني. يعني حتى برضه قبل حوار دايموند برضه يشورته يعني، كابتن ايمن من الناس المقربه ليا وكابتني طبعا، واول واحد دخلت على نادي الزمالك، اول واحد ضربني في التمرين، واول واحد اتعلمت منه ازاي اضرب والعب جامد. في كل مرحله يعني باخد الخطوه دي لازم ارفع سماعه التليفون، هو او ميدو على فكره يعني بالمناسبه، او كابتن عبد الواحد، الناس القريبه مني. فكابتن ايمن لما انا مشيت فاخر يومين في الكويت، فالامور خلاص قفلت يعني، كان فوق قفل وتحت قفل، ف
فكابتن ايمن كلمني قال لي في كان ساعتها استاذ عمرو مصطفى كامل واخد عقد من نادي الزمالك انه هيفتح فرع للزمالك في الامارات يعني. فقلت له والله ما فيش مشكله، طب شوف لي الدنيا وقول لي. فكلمني وكده، فالموضوع كان يعني كان جميل يعني، ان هو اللي هو 4 شهور بس، انت فاهمني، ان الدوري هناك كان حوالي 15 ماتش او حاجه. بما ان انت لعبت درجه تانية وثالثه ورابعه، الفرق بين الدرجه الثالثه في الامارات وهنا في مصر؟ لا فرق شاسع. طبعا البنيه التحتيه، الملاعب، لا الموضوع مختلف تماما، بس كواليتي اللعيب لا هنا اقوى. طب هل انت عندك طموح ان انت تقود نادي دايموندز للدوري الممتاز؟ دلوقتي كان من الرابعه اول مره في تاريخهم الثالثه، لان هو لسه نادي تحت الانشاء تحت يعني. الانشاء يا دوب يعني مكملش الحمد لله. بص انا هكلمك على المنظومه، منظومه محترمه جدا. دكتور مندوح طبعا غنى عن التعريف، راجل امين صندوق نادي الزمالك سنين. دكتور حسام المندوق كان نائب حسين لبيب في اللجنه اللي كانت موجوده في نادي الزمالك، فالناس كلها بتوع كوره يعني، يعني الناس فاهمين في الكوره ودارسين وعارفين المنظومه تمشي ازاي. في الاول برضو مش هنسى دور ايمن عبد العزيز، لان انا كلمته برضو على الحوار ده لان هو برضو كان في كلام مع الدكتور مندوق. برضو الدكتور مندوق الميزه عندنا في النادي او مع الدكتور مندوق ان هو بيشور الناس كلها. فلما كلمت كابتن ايمن فقلت له في كذا كذا كذا، قال لي طب خلاص اقعد مع الناس والامور هتبقى كويسه يعني. فروحت قعدت مع الدكتور، لقيت الموضوع مختلف تماما. المنظومة كلها مختلفة عن الدرجة. حلو، ده يفرق طبعا. بل كمان عايز اقول لك ان ممكن تكون مختلفة عن الممتاز، عن اندية كتير جدا في الممتاز. الدرجة الرابعة ان هو يبقى افضل من الدرجة التانية، فدي حاجة كويسة. من الممتاز به حاطين سيستم ان هم بياخدوا سنة في سنة، اللعيبة اللي جابوها كلها ممتاز به ودوري ممتاز. بس هو يبنى لعيب من دوري ممتاز، ممتاز بقى كده ماديا اعلى. ما انا بقول لك الامور الماديه في النادي الحمد لله، الحمد لله الراجل في ضهرنا دايما. عايز اقول لك ان المكافاه السنه دي كلها والله العظيم وانا بشكره عليها طبعا، هو حاطط 3 قروش في اللائحه. المكافاه بتدفع 6 قروش طول السنه منه هو، فدي خلت روح عند اللعيبه عاليه جدا. الماتش النهارده اللعيبه تنزل تخلصوا من اول 10 دقائق واول ربع ساعه الماتش خلص 2-3، عشان كمان مستويات اللعيبه عاليه. يعني كواليتي اللعيب الموجود معانا لعيب ممتاز بيها. انت بتتكلم عن كواليتي اللعيبه اللي هم لعيب ممتاز، انت شايف ان في من الفرقه في لعيبه ينفع تلعب دوري ممتاز؟ عندي 3 لعيبه او 4 سنتين اتنين هيبقوا كسروا الدنيا في الممتاز. طب في كلام، كان في كلام ان في انديه في الدوري ومنهم الزمالك كان عايز لعيبه، فعلا ده حصل؟ عندنا اساسا لعيبه من الزمالك يعني، اوريدي احنا عندنا 3-4 لعيبه من الزمالك، من ناشئين الزمالك ولعيبه جامده جدا، لعيبه لعبت 2099، فلعيبه اوريدي الحمد لله قوي جدا ويقدروا يلعبوا في اي حته في الدوري الممتاز. وعندنا فيرود كان في كلام عليه في 2001، هو كان في مستقبل الوطن. 2001 هو كان في مستقبل الوطن، فالكابتن جمال جابه السنه دي دايموند. في كان في كلام ان هو يروح الزمالك يعني. الزمالك فريق اول ولا لا؟ هيروح 2001 ومن خلاله يتصعد. بس انا عارف ان الولد امكانياته ما شاء الله كبيره جدا ويلعب دوري ممتاز. وكلمت بالمناسبه كلمت علي ميدو وقلت له انا عندي لعيب ليك كويس جدا، وهو لسه صغير في السن وتقدر تشوفه يعني، يقدر يعمل فتره معايشه معاك قبل ما يمشي من الاسماعيلي. بس طبعا عشان احنا كنا في دوري وكده، يعني ما كانش ينفع ابعت الولد دلوقتي، لان طبعا كان الاداره عندنا يعني كانت حتى لما في لعيبه عندنا جالها عروض في شهر 1 بيع وشراء والاداره رفضت. والاداره رفضت؟ في 5 لعيبه جالهم عروض. ده ممتاز ولا ممتاز بيه؟ ممتاز بيه. ودرجه ثالثه وهيدفعوا فيهم فلوس كويسه، والاداره رفضت. انا واحد من الناس جالي عروض وما عرفتش امشي يعني. بقى الراجل برضه الحمد لله الراجل مأمننا امانه يعني، دي امانه برضه لازم اكون موجود فيها، لان الراجل حاطك انت دايما عارف انت اللي فوق في وشك مات. كابتن احمد جعفر كان بيلعب في درجه ثالثه، بعد كده دوري ممتاز مصر اتصالات، بعد كده الزمالك، بعد كده دلوقتي كابتن احمد جعفر اللي بينزل درجه ثانيه، وبعد كده ثالثه، وبعد كده رابعه يعني. ليه اللي حصل ده وشايف ده ليه عملت كده؟ خاصة ان احنا دايما كله عارف ان الدرجات اللي تحت دايما كلها بيبقى امكانيات فيها سواء مادية او امكانيات ملاعب بتبقى اكيد طبعا مش زي الدوري الممتاز، خاصة انت كنت في نادي الزمالك. فليه ليه عملت كده وده سببه ايه؟ او يعني ليه ما فكرتش ان انت في وقت ان انت تعتزل؟ لا بص انا فكرت ان انا اعتزل فعلا بعد ما رجعت من الامارات وجالي كذا عرض. قلت لا خلاص لو في عرض كويس
يعني ممكن اروح وما العرض مش تمام كده، فكرت اعمل الاعتزال. فكرت وكنت خلاص خدت قرار يعني. لما قعدت اتكلمت زي ما قلت لك مع كابتن ايمن وكابتن ميدو، حتى وقلت لميدو ان انا في كذا كذا على نادي دايموند وفي كذا كذا، ايه رايك؟ فقال لي والله خد التجربه من تحت يعني، يعني خدها وخدها كناحيه فنيه كمان، ان انت ممكن تساعد الناس دي وكده. فانا لما فكرت فيها بيني وبينك ما بشوفش المنظور من الاتجاه ده. انا شفت ان انا كنت فين قبل كده ولعبت الحمد لله وصلت لاعلى درجات في الكوره في مصر، تمام، منتخب وزمالك يعني انديه كتير جدا والحمد لله فوق ال 13 10 سنه في الدوري الممتاز، من الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك، فدي الحمد لله رب العالمين. وما تقللش من قيمتك، طيب. بالعكس انا بشوفها حاجه كبيره جدا. ليه بقى؟ يعني هنضرب مثلا كريستيانو رونالدو، هو ماديا او كريستيانو رونالدو هو محتاج، انا اسف يعني طبعا مع احترام نادي النصر والاخوه الاشقاء في السعوديه، هو محتاجه كاسم كريستيانو رونالدو، بس قيمه كبيره جدا ان هو واضافه فنيه اعلاميه ماديه. طبعا ما انا لسه بقول لك ايه، انا قصدي ان احمد جعفر نفسه قال انت تستفيد ماديا من الانديه اللي طبعا انا استفدت ماديا من النادي دايموند. يعني ممكن ما اكونش وصلت للارقام بتاع الدوري الممتاز، بس انا استفدت ماديا. إيه انت ليه بتاخدها بكبر يعني؟ ما انت معظم اللعيبه اللي في الدوري الممتاز كلها 70% منها من الدرجه الثانيه ومن الدرجات اللي تحت، ده حقيقه، بس هو الفكره ان انت بتبدا من تحت تطلع فوق فوق، فبعد كده ازاي ترجع تحت بالظبط. طب ما تاخدها انت من ناحيه تسويقيه مثلا، خلي في ايه بقى، في نجاحك، في نجاحك في الكارير بتاعك، ان انت النادي ده صعدته بعد كده كملت النادي ده وفضلت فيه لحد مثلا بقيت في الجهاز الفني، بقيت في مدير الكوره في النادي ده، بقيت يعني بقيت شخصيه كبيره في النادي ده. هو زي ما انا بقول لك، هو رونالدو محتاج ده كله؟ بس انت هل انت واخد وعد من النادي ده ان انت ممكن تمسك قصه وعد مدير فني او لا؟ مش واخد وعد والله، انا انا معاهم لحد ما انا احس ان انا خلاص مش قادر العب خلاص، ان انا هو حتى الراجل قال لي لا انت هتلعب وموجود، الدكتور رونالدو انت موجود معانا وكده كاسم مثلا او كنجم كبير، ليه ما تعلمش الناس اللي تحت دي؟ انا بقول لك انا معايا 3 4 لعيبه يلعبوا دوري ممتاز، تلعب دوري ممتاز. انا والله تمام. والله بجد فعلا دي حقيقه، انا بقول لك معايا 3 4 لعيبه دوري ممتاز يلعبوا ويكسروا الدنيا في الدوري الممتاز. طب هل بالفعل نادي دايموند كان عايز يتعاقد مع ايمن حفني؟ كلموا مع كابتن ايمن، كلموا معاه ووصلوا الرقم كويس معاه، بس هو زي ما انا قلت لك الظروف اللي ايمن فيها كانت ظروف صعبه شويه، ظروف بنته ربنا يشفيها يا رب ويعافيها، هي ممكن هي اللي مأثرة يمكن على ايمن الفتره الاخيره يعني، حتى هو في الزمالك. انا النهارده رحت اتكلمت مع حسن يوسف جبته، وانا بقول لك انا هتتكلم يعني مع لعيبه ان انت تجيبها. انا عن نفسي انا بقول لك في لعيبه كبيره جدا الحمد لله على تواصل معايا وعندهم استعداد ان هم يجوا النادي. احمد جعفر يعني كمهاجم وفي نادي الزمالك ما تواجدش يعني ما لعبش غير 4 مباريات فقط كباسم منتخب مصر، هل انت شايف ده اللي كان ظلم ليك، ولا انت شايف في الفتره دي كان يعني منتخب ما فيش مكان ان انت تبقى موجود، ولا انت كنت شايفها ازاي؟ طبعا في فتره انا اتظلمت فيها ان انا كنت هداف الدوري مع الاتصالات وبعد كده الزمالك، ده اللي هو قبل ما تروح الزمالك. لا وبعدين لما رحت الزمالك كمان الحمد لله بالسنه بتاع كابتن حسام دي مشيت بشكل كويس جدا، وبعدها 2011 و2013 كنت جايب كنت هداف الدوري وجايب وهداف افريقيا، خدت هداف دوري ابطال افريقيا كنت جايب 7 تجوان او 6 تجوان فيه، برضه ممكن ما اكونش محظوظ. ليه بقى؟ ممكن يكون الفتره اللي كنت فيها كويس جدا كان ما كانش فيه ساعتها بيبقى فيه تجمعات منتخب، لان انت برضه قعدت فتره بتخرج في الاول يعني قعدت فتره بتخرج من تصفيات وتخرج من تصفيات كاس عالم، فممكن ما كنتش محظوظ في الفتره دي برضه. عارفين طبعا بحكم علاقتك مع الكابتن محمد ابو تريكه طبعا لعبت ماتشات اهلي وزمالك كتير، ايه اكتر موقف يعني بتبقى فاكره دايما لحد دلوقتي بينك وبين كابتن محمد ابو تريكه؟ كنا عندنا ماتش في افريقيا كده في الجونه، الماتش ده خرج 1-1، فاحنا نازلين فالطرقه ضيقه كده بتاعت الجونه، فاحنا ماشيين جنب بعض، فتريكه ماشي جنبي كده، فببص على الجزمه بتاعته لقيتها الجزمه مقطوعه كده ومخيطها، فبقول له انت معاش خيطها؟ والله جزمه بوبا كده حمرا تمام قديمه قوي يعني، فبقول له تريكه ما جزمه قديمه، قال لي لا ما تعرفش الجزمه دي اصبر شويه هتعرف. ايه اللي حصل؟ انا جبت جول وهو جاب جول، بعدين بقى سيرة الجزمه بيحبها ليه؟ قلت له ما بتلعبش فيها غير دي الماتشات دي بس. لا تريكه من الشخصيات الجميله، نجم كبير جدا جدا في الكوره، بشخصيه رائعه. انا لما رحت المنتخب هو اول واحد موجود في التمرين، هو اول واحد بيجمع اللعيبه، هو اول واحد بيجمع اللعيبه على الصاله، يعني مهما اتكلم عن تريكه لا الموضوع كبير يعني. تمام. طيب بالنسبه لمباراه الزمالك والافريق التونسي، شهيرة ان هي مجنبيه والاحداث اللي حصلت فيها،
الفتره دي كان يعني في الماتش ده احنا لاحظنا لاحظنا ان كان احمد جعفر هو اللي موجود في ارض الملعب، يعني غالبا كان معظم لعيبه الزمالك كان دخلت كله جري، كان فاضل دقيقتين فانا جبت جون اوفسايد، يعني تقريبا الحكم حسب يعني في شبه تسلل فالحكم حسب اوفسايد، فالجمهور قال لك بس الحكم ظالم بوش راح نازلين كلهم، فبص لقيت ال 25000 في الملعب اول ما بداوا ينزلوا، فخدت لعيبه الافريقي التونسي على جنب كده عشان خاطر طبعا الجمهور بقى طبعا وهيبقى فيه اتهام جامد جدا، فايه فانا اخدتهم كده وقفت عند الرايه وهم في ظهري، فقلت لهم ما حدش يتحرك وان شاء الله ايه تخرجوا كويسين يعني. ففي واحد جري، اول ما جري طبعا خلاص عارف انت اللي هو انت كده، فراح اتفك، فبدا ده يجري كده وده يجري كده وده يجري كده، بص حواليا ما لقيتش حد، حتى لعيبه الزمالك مش موجوده، ففي غير يعني اتنين ثلاثه كده مضروبين ضرب مبرح يعني، فلقيت واحد خلاص اللي هو عارف انت ايه بيتعذب، فروحت رامي نفسي عليه عشان طبعا خلاص يعني كانت تبقى كارثه، يعني كارثه بمعنى الكارثه ان لا قدر الله لعيب مات ولا حصل اي مشكله تبقى كارثه، فلقيته مرمي في وسط بتاع 50 60 واحد كده عينه نازلين في ضرب، فروحت رامي نفسي عليه وحضنه، كنت انا قبلها سلكت واحد دخلته جوه من وسط الناس، اخدت الضرب مكانه شويه ورحت شايله ودخله جوه، يعني في الاول في الاخر ده ماتش كوره ما مش ذو قيمه يعني، الناس جاي تستمتع بتفرج، انت جاي تكسب تخسر اتخرجت من بطوله ما خدتهاش، ده ماتش في الاول وفي الاخر ده ماتش كوره 90 دقيقه وخلاص وكله بيروح، مش عشان خاطر ماتش كوره بني ادم يموت يعني. دلوقتي بقى نروح لفقره الالعاب، لاعب زميلته وتتمنى ان تلعب معاه كل المباريات حتى نهايه مسيرتك. شيكابالا طبعا طبعا، شيكابالا وحسين يعني، شيكابالا وحسين ياسر، حسين ياسر اكتر ناس لعبت جنبها واكتر ناس متعتني في الكوره يعني. لاعب زميلته لم ياخذ حقه كاملا، محمد ابراهيم، محمد ابراهيم ممتع ممتع بجد، وكان يقدر يلعب ويقدر يلعب بس ما خدش حقه بصراحه، وخاصه بعد الاصابه اللي جات له يعني، لان محمد ابراهيم كان يقدر يكون في النادي الزمالك لحد دلوقتي ويبقى في مكانه كبيره جدا يعني. لاعب كنت تتمنى تلعب جنبه مباراه يعني حتى لو مباراه واحده بس؟ حازم امام طبعا، حازم امام كبير، عارف انت السهل الممتنع بتاع الكوره وكل شويه انت جون يعني. بالظبط. افضل مدرب مصري تدربت تحت قيادته؟ كابتن حسام، كابتن حسن شحاته، كابتن حلمي طلال، خلينا نقول ان هم ابتدوا في الاول يعني في بدايه حياتك. طيب افضل مدرب اجنبي تدربت تحت قيادته؟ فييرا مش فييرا دلوقتي، لا فييرا ابو ياسين. افضل مباراه خطها في مسيرتك؟ بتروجيت الدقيقه 90 وخسرين 1-0، كان مباراه مين ومين؟ الزمالك وبتروجيت، وبالنفس على الدوري، والدقيقه 90 و1-0 لبتروجيت، وخلاص يعني الحكم حسب 4 دقايق وخلاص ضايع، جبنا جون في الدقيقه 91 وانا جبت جون في الدقيقه 93. مباراة لا تتمنى أن تشارك بها؟ يعني هو الماتش ده واتفق على أفريقيا ده، الأحداث كانت مؤسفة جدا يعني، كانت صعبة جدا على أي لعيب كورة يعني، كانت صعبة جدا يعني. أصعب مدافع واجهته؟ خدت طلال جمعة طبعا. هدف ندمت إنك أهدرته؟ في الأهلي، ماتش الأهلي والجوه في أفريقيا، والكرة ملعوبة أوفر كده وهناك وملعب الجونة مفتوح، فالشمس كانت صعبة شوية، والكرة بلعبها بدماغي كده رحت في نص الجون، كان الموضوع كان سهل شوية، أنا حطيتها في أي زاوية جوه، حطيتها في ايد شريف يعني. حارس لم تسجل في شباكه وندمت على ذلك؟ ما انا سجلت في الكبير بتاعه بس هم حضر. لا الحمد لله سجلت فيهم كلهم، بس ممكن جنش لما كان في الزمالك وانا مشيت ما جيتش، جيت حتى الجول اللي جبته في الشناوي ما كانش في جنش يعني، لما بعد ما جبت جنش مش بتمنى يعني، هو مش خسر لانه ما لعبش ضدي اصلا، انت فاهم، هو ماتش واحد بس اللي لعبه ضدي، لكن الحمد لله جبت جوان فيهم كلهم، بس هو يمكن بقول لك الجون اللي تقريبا اللي ما جبتش فيه لما جنش موجود في الزمالك وانا كنت في بتروجيت وفي امبي. فاكر سجلت كام هدف مع الزمالك في الدوري المصري؟ 25 28 35؟ لا 35 غلط، يبقى 28. سجلت مع الزمالك كام هدف في كل المسابقات؟ 43 45 53 53 غلط. لا 53 في كل المسابقات. لا بس على فكره في جوان ما حسبوهاش، في كان في ماتش الماتشات في افريقيا كده، ماتش جازيلي ده خلص 7 وحاجه كده، في جونين انا جبتهم تقريبا برضه، انت عارف ان هم ما اتضافوش او فينا حاجه زي كده يعني، في جون كتير ما جبتها ما اتضافتش في بالك. ماشي هنضيفها لك. وخد بالك الفترة اللي انا لعبت فيها على قد ما هي سنين، على قد ان احنا ما لعبناش كورة اساسا يعني، قعدنا سنتين ونص اساسا الدوري بيطلع بثلاث ماتشات وبيتوقف زي ما انت عارف يعني، فدي دي اثرت شوية في الناحية التهديفية بتاعتي في نادي الزمالك يعني. ما هو ترتيبك وسط هداف الزمالك تاريخيا؟ 18 او 17 19 يبقى في حد عندنا. بس كان 18 من فترة يعني. تمام.
سجلت مع مين اكثر في الدوري غير الزمالك؟ الاتصالات. تمام صح. كم هدف سجلته ضد الاهلي في مباراه القمه؟ 3. حلو. 2 دوري وواحد افريقي. واحد افريقي. كم هدف سجلته ضد الزمالك؟ 2. واحد اتصالات واحد بتريت. تمام. من اكثر فريق سجلت ضده في مسيرتك؟ لا في فرق كثير بس تقريبا المصري او الاتحاد. الاثنين صح. انت صح ده. شفت بقى هما 6، المصري ايوه والشرطه ودجله والاتحاد والاتحاد. طيب عايزين تكون لنا فريق خماسي، بس طبعا هيبقى في حارس ومدافع ووسط واثنين مهاجمين. تمام. مين هما الخمسه؟ عبد الواحد السيد. تمام. مدافع فتح الله، ووسط ابراهيم صلاح. اثنين مهاجمين بقى؟ اثنين شيكابالا وانا. انت سبت بقى. لو احترفت كان نفسك تحترف في ايه؟ بص العمر بحب اي سي ميلان جدا. يعني من عشاق الميلان يعني. تمام. اي دوري اوروبي كنت بتشوفه مناسب لامكانياتك؟ انا بقول لك اصل انا قديم شويه. انا كنت قديم شويه. يعني الدوري الانجليزي لسه هو بتاع الالفيه، لكن انا كنت قديم بقى الميلان وعارف انت، رغم ان انا يعني محب ريال مدريد جدا ومشجع ريال مدريد درجه اولى. بس انا من عشاق اي سي ميلان، اللي بقى ميلان يعني ميلان البيج ميلان بالنسبه لي كان حلم يعني. لو ما كنتش لاعب كوره كنت تحب تكون ايه؟ كنت ممكن بس تعرض عليا على فكره، بس ما بحب مش عارف مش داخل دماغي. طيب لو ما كنتش مهاجم كنت تحب تلعب في مركز ايه؟ بحب العب هاف ليفت. قول لي اسماء 5 لاعبين مصريين سجلوا في الدوري الانجليزي. ميدو، محمدي، صلاح، النني، تريزيجيه جاب، مش عارف حجازي تقريبا جاب. تمام. عمرو زكي. قول لي 5 لاعبين مصريين حققوا لقب في اوروبا، حققوا القاب. صلاح والنني طبعا، كابتن عبد الحسن ما هو حقق طبعا. تمام. كابتن عبد الظاهر السقم، في كوكا حقق برضه الفتره الاخيره. لا في لعيبه كتير مصريين الحمد لله الفتره الاخيره يعني مختلفه تماما يعني. بس بقى يا كابتن نروح بقى لاخر فقره، ان احنا هنجيب صوره للاعيبه عالميين هم صغيرين، شوف بقى تعرف تجيبهم ولا لا، وانا معاك. تمام. اول واحد ده جاريث بيل. لا تمام ماشي. ده رودريجيس. ده هالاند. هالاند الغلابه. هيتا. ده مالك كله قاعد تجيب. ها ده مين بقى؟ ده ماونت. ده لوكا. ازاي لوكا ما ادريش عنه؟ ده سير 7 طبعا. ده ماونت. ده هاري كين. ده ازاي يعني؟ مش هو بص راموس. هو راموس. ده راموس. خلاص. ده مين؟ فاران. لا هو شكله فاران. انا بقول لك ده هو طلع شكله بقى. ماشي. ده مين؟ ده دي ماريا. لسه جايب هاتريك يا عم. لا انت جامد في الالعاب دي. طب وده؟ زلاتان. ده شكله كده زلط. زلطان ازاي ده؟ ايه ده؟ ايه ده المخضرة. ده سهل ده. نيمار. ايه ده نهار ابيض. سهل ده نجم السيتي ده. دي برون. ازاي؟ طب وده؟ ده سهل جدا. لا والله. جابريل خيسوس. ده فيني. شبه خيسوس ده. ده سهل. فودن. ده فودن. في ناس معروفة شوية. طب وده؟ جريزمان. بص ما اتغيرش كتير برضه. لا ما اتغيرش. طب وده؟ لا ده تاريخ شوية دي. توني برو. انا ازاي مش عارف ازاي بشجع ريال مدريد. بس برضه ما بشوفش صور هم صغيرين. ده باير. ده يلعبوا مش حد ده طبعا. ده الخارج. ده دلوقتي ده سهل. امبابي. ده خارج دلوقتي. كليا. ده سهل برضه. انا ما عرفتوش. لا والله تهيألي. ازاي؟ اجويرو. لا ما صعب اعرف اقوم ازاي. صعب. طب وده؟ بنزيما. يا سلام. والله دي صعبه جدا. والله دي صعبه جدا. فضربتها كده ولا ايه؟ لا والله. ده جو فيليكس. شبهه باين يعني. وده هاري كين. ده هاري كين كده. جميل. انت شبه جاب الونسو ولا ايه ده؟ لا كورتوا. بقول لك ايه، مفيش واحد من ريال مدريد جيب بنزيما. ده ليفاندوفسكي. بس عنده. لا عليك. صعبه شويه. صعبه ايه؟ لو تارو مارتينيز. الارجنتين ما بتجيبش حد خالص غير دي ماريا بس. دي ماريا بس. شبه والله دوم. ايدن هازارد. وبرضه انا اي حد من ريال مدريد برضه. الشبه بعيده قوي يعني. جايبين له الصوره برضه بعيده قوي. طب وده؟ ده الباك ليفت ده بتاع صح بتاع ارسنال. لا ايه ده؟ مش الباك ليفت ده، بعيد خالص. يكتيهم. ده الفيرود مراته. صح. هو ريال مدريد اهو يعني. ده مين؟ ده بعيد شويه. ده مش لا ده اسينسيو. ايه ده؟ اهو اهو عيب عليك. ده الفيرود تيمي ورنر. طب وده سهل. رحيم ستيرلينج. صح. ده شرفتنا يا كابتن ونورتنا، وكنا مبسوطين انك النهارده موجود معانا في الجول.
حبيبي حمد طبعا، وسعيد ان انا كنت مبسوط معاكم النهارده، وان شاء الله تبقى حلقه جميله باذن الله وتعجبكم يعني ان شاء الله. حبيبي يا كابتن، ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده تانية في موقع في البول مع 101.